السلام عليكم ورحمة الله، معكم بريكولاج تمارة. الحمد لله، اليوم بغيت نوريكم واحد الكمبريسور جديد في السوق، أتلانتا صنع الولايات المتحدة الأمريكية. أول حاجة بغيت نهضر عليها في هذا الكمبريسور، هذا ما غنهضرش على الكمبريسور بعدا، أولا غنهضر على اللومبالاج. كما كتشوفوا اللومبالاج، أولا شوف اللومبالاج كيفاش جاي. اللومبالاج كيجي مغطي من الفوق. شوف قبل ما نهضر الكمبريسور، اول حاجه غنهضر عليها هو لومبالاج اللي تار الانتباه ديالي بزاف. شوفوا لومبالاج كيفاش داير. صراحه شركه باغا تخدم، اي شركه كيما بغات تكون نوع كتخدم اول حاجه على لومبالاج. ملي تيكون لومبالاج صحيح كما كتشوفوا، ملي تيكون لومبالاج صحيح كتعرف الشركه باغا تخدم. كتشوفوا شوفوا لومبالاج، اول حاجه كنبغي نهضر عليها دائما في اي شركه هي لومبالاج. كتشوف الشركه كدير لك لومبالاج مليح كتعرف الشركه باغا تخدم. شوف شوف الكرتونه كيفاش صحيحه. هذا قبل ما نهضروا على الكومبريسور، دونك الشركه باغا تخدم، ما كاينش الضحك في هذه الشركه. هذه كما كتشوفوا كومبريسور ايرميتيك، هذا هو الكومبريسور. هو هذا كومبريسور مليح وغيكون الخليفه، هذا هو اللي غيكون الخليفه ديال دونفونس. هذا الكومبريسور هذا اتلانتا عقلوا على غيكون هو الخليفه ديال دونفونس، راه فيه جميع القياسات متوفره، وفيه ار سي 100 وكاين 134. هذا انكار، الانكار الار سي 100 وكاين كاين الاندومي الار 134. غنوريكم باش تشوفوا شحال كيوزن هذا الموتور، هذا باش تعرفوا ان راه قلت لكم علاش غنقول لكم غيدير الخليفه ديال كيبقى. هو الماتيريال ديالو كومبريسور كامل بحال ما هذا الشكل، هذا ها هو على الشكل هذا. ها هو شحال فيه؟ 9 كيلو و528 غرام. موتور كتحس بيه كومبريسور، كتحس بيه كومبريسور ديال بصح، كتحس براسك شاد كومبريسور واقعي، ما شادش شي لعبه. هاد الماتر جداد كتحس براسك انك شاد شي لعبه. لو تيب ديالو كتحس بالتيب ملي كتسودي، كتحس بانه راه تيب صحيح غليظ، كتبدا تسودي كتحس بانه راك كتسودي شي جعبه صحيحه، ما كتسوديش شي حاجه ميته. كتجي معاه كاباسيتي 60 ميكرو فاراد. ملي تنقولوا موتور ومعاه كاباسيتي 60 ميكرو فاراد ديال الديماراج، كتكون معاه كاباسيتي ديال الديماراج 60 ميكرو فاراد. هادي باش كديماري هاد الموتور هذا. دونك الموتور في اي حاله غيديماري، في اي حاله غيقعد. علاش؟ افي كاباسيتي 60 ميكرو فاراد وديال الديماراج راه الموتور غيديماري، باش نكونوا واضحين. الرولي اللي كيجي معاه كنا كحريفيه عارفين هاد الرولي هذا شنو كيسوى. الرولي ديال البوبينه ملي كتركبو وكتزيد عليه كاباسيتي، دونك شنو كيعني هذا؟ كيعني ان موتور مدمر، ان موتور ما غيرجعش للور كما تنقولوا باللغه العاميه، موتور ما غيرجعش مار شريان. هذا الشيء اللي كاين في هذا الموتور هذا. وكيجي معاه فليكسون ديالو والماتيريال الاخر، هذا الشيء ما عندناش حنا.